بسم الله الرحمن الرحيم، إخوة الطلبة أخواتي الطالبات، القسم النهائي شعبة رياضيات وتقني رياضي وعلوم تجريبية أقدم لكم الدوالة الأسية الاشتقاق. تبعوا مليح، قرأوا التمرين المليح. أولا نبدأ بالتمرين الأول. f لx x مربع زائد x زائد واحد أسية x، ها هذه من الطراز الصنف U V، معناه f فتحة ل x هي U بريم V زائد U V بريم. ما علينا أن نطبقوا القاعدة. إذن F فتحة لـ X هي 2X زائد 1 أسية X زائد X X زائد 1 أسية X. U'V لنا U ولنا V، إذن A فتحة x هي أسية x 2x زائد 1 زائد x2 زائد x زائد 1، معناه أسية x x مربع زائد 3x زائد 2. التمرين الثاني، f لي x أسية x ناقص 1 على x، هي الصنف x u على v، معناه المشتقة نتاعو هي u بريم v موا u v بريم على v مربع. إذن F فتحة X هي U بريم ناقص معناه او اكس او اكس زائد 1 على اكس مربع. النهاية هي 1 على اكس مربع. ثالثا f لي x 3 أسية x ناقص 2 أسية x زائد 1 على نفس الصنف، هي f فتحة على x هي 3 أسية x أسية x زائد 1 ناقص
ثلاثة أسيا إكس ناقص اثنين أسيا إكس على أسيا إكس زائد واحد مربع. إذن المشتقة فما هي بعد النشر أسيا إكس زائد واحد مربع، أي هذي تروح عندك خمسة أسيا إكس على أسيا إكس زائد واحد مربع اف اكس واحد زائد اكس أسيا إكس واحد زائد كوسينوس إكس ناقص سينوس إكس هذه الرابعة. الخامس إف إكس أسيا إكس ناقص واحد مضروب ب أسيا إكس زائد اثنين معناه أف فتحة لإكس يعني مشتقة إكس زائد اثنين زائد أسيا إكس ناقص واحد أسيا إكس أي أسيا إكس أسيا إكس زائد اثنين زائد أسيا إكس ناقص واحد أي أسيا إكس اثنين أسيا إكس زائد واحد هذه هي المشتقة تاعو. وانتهينا من هذا التمرين، ما عليكم إلا أن تراجعوا أن تحلوا هذا التمرين بدون مشاهدة الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.